السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المدرب حسام يونسو، دبلوم علوم الحاسوب من مجموعة الوطن الدولي، المادة مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، الدرس رقم 10. خلينا نفتح ال اس كيو ال مانجمنت ستوديو، نشوف آخر شيء عملناه. اتصل بالسيرفر، نرجع نطلع منه. أو يكون سبب أحد الأوقات من الخدمات تبعت ويندوز، ولكن بنحلها. إيش تغيره؟ إيش تغير عندي؟ مدري إيش. فشل والسبب معروف، سأتقن هذا ولا طبعا هاي المشكلة من عندي، لأنه أنا طفيت بعض الخدمات كان عم بيطلع شغلات الخلفية، فأنا ماني محتاجهم يعني، أطفيهم مثلا. الدرس السابق عملنا الجدول قاعدة البيانات اللي هي example 1، example 2 طبعا ما كملناه، لأن بلاي كملناها. example 1 هي اللي اشتغلنا عليها فقط. إيه نعم، هي فقط اللي عملناها تبعت الستودنت. خلينا نشوف الاكزامبل 1 شو كان. ايه الاكزامبل 1 كان فقط عبارة عن الصورة هاي. اكزامبل 1 كان، لا مو هاي الصورة، هاي الصورة، هاي الصورة الأولى اللي عملناها المرة الماضية الدرس السابق. الصورة الثانية اللي عملناها هي هاي، عبارة عن السيلز تبعت كل شخص، يعني المبيعات، واستخدمنا فيه طبعا قواعد بيانات مترابطة. خلينا عندنا مثلا جدول 3 جداول متصلين في جدول واحد، وعن طريق الجدول هذا نسحب البيانات من الجداول الأخرى. هاي الطريقة اللي عملناها في الدرس السابق. هاي بالنسبة لإكزامبل 1. إكزامبل 2 كان عبارة عن المبيعات. مثلا احنا عملنا هاي select الف رو، ما مبين هلا شو هي السنة ولا مين هو الشخص اللي هاي صاحب هذه المبيعات، ودولته ما مبينة، ولكن عندنا فقط اي دي واي دي كل معلومة موجودة. المعلومات هدول وين بيصيروا؟ بيصيروا في الجداول الأخرى. خليني أضعف الشاشة شوي. تمام، هلا نحن خلينا نسحب مرة ثانية مثال بسيط سريع على select. نجي بنعمل هون مثلا، خلينا نشوف هدول country name، country name باللغة التركية نقطة غلط. نحط أول شيء اسم قاعدة البيانات، بعدين نحط عمود country name فاصلة customer نقطة customer name فاصلة
بدنا نحنا الدولة والشخص نفسه، اسم الشخص والسنوات تبعيته، السنة، خلينا نعمل years نقطة year ID، لا name، وبعدها بنجيب ال sales نقطة amount from country فاصلة customer فاصلة sales فاصلة. طبعا بالترتيب ما بيأسفه، نحن بنرتب بس الأعمدة، ولكن هون من وين بدنا نحطهم مثل ما بدنا، شلون ما كان، لأنه هدول ما بيترتب فيهم شيء، فقط العواميد في البداية، هدول يعني هدول شلون بترتبهم بيطلعوا النتائج على حسب ترتيب، ولكن هون ما بيهم الترتيب، شلون ما رتبناه شلون ما حطيناه هون بتشتغل. إذا عملنا هيك بيشتغل، ولكن راح يجي عدة بيانات، يعني شلون بده يكونوا، راح يكونوا متكررات كتير. شو السبب؟ السبب انه نحن هون اخذنا، خلينا نشغل القلم، السبب انه نحن هون نطلع بنجيب الاسم، جابه للاسم طبعه، جاب الاسم تبع الشخص، جاب الكونتري، جاب الاسم، جاب السنة، وجاب المبيعات، بعدين رجع طلع هون جاب الاسم مرة ثانية الثاني، بعدين رجع جاب المبيعات، جاب السنوات، وجاب المبيعات. هلا هيك وصل لهون، ولكن هون طلع بيشوف انه في اربعة عم بيرجع بيتخربطوا هدول في بعض، فشو بيصير هون؟ عم بيفكر انه هسه ما جبت انا، انه جبت هدول الاثنين من هدول، وبعدين جبت هدول الاثنين من هدول، هيك عم بيفكر، انه بعدين جبت هدول الاثنين من هدول. فبشكل عام هون عم بيشتغل وحدة وحدة، تمام؟ هون جاب الأولى، جاب الثانية، خلصوا، 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 بعدين رجع طلع شاف إنه عنده أربعة، فشو صار هون؟ صار البيانات، هلا بس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 16. إذا هون اشتغلت كل وحدة 4 مرات. طب شو السبب؟ السبب إنه مثل ما قلنا نحن في هون عندنا أربعة، فعم بلف 4 مرات على كل عمود، عم بلف 4 مرات على كل عمود بسبب وجود 4 أعمدة. طب كيف بنحل هاي المشكلة؟ بنحلها عن طريق وضع شروط لتربيط القاعدة في الجدول. أول شيء نعمل، نجي لعند ال where، نحط where أول شيء، بعدين نحط country ID. بس طبعا قبل ما نسوي country ID، إذا عملنا country ID يساوي country ID ما راح يمشي الحال. شو السبب؟ السبب إنه ما في جدول، ما احنا حاطين جدول هون، فلازم إجباري نحط الجدول، إذا ما حطينا الجدول ما بيشتغل هاد الشيء. السيلز طبعا خلينا، انا دائما بنصح انه تبلشوا في قاعده البيانات الرئيسيه، ليش؟ عشان ما تتخربطوا، تحطوا هون دائما سيلز، هاي خلوا القاعده الرئيسيه تبلش في الشرط، بعدين اند نجي سيلز نقطه يير اي دي تساوي ييرز نقطه نيم، نقطه يير نيم، اند سيلز نقطة، شو كمان كان في عنا؟ country customer name، ضل customer sales نقطة customer name customer ID يساوي customer نقطة customer ID. هل لازم نشغله؟ نلاقي انه ما اجت ولا شيء. السبب sales.country ID في عنا غلط، لهيك ما ضبطت. Country ID يقص years ID يساوي years year name، هذا الغلط. year ID لا year ID، هلا لازم تزبط، نشغل الكود بنلاقي انه اجوا المعلومات مثل ما طلبناهم.
إذا باستخدام الـ ID اللي هو هاد اللي أخذناه من هون، هاد عبارة عن رقم بيحوي معلومة هوية لأحد المعلومات. استخدام هذا الرقم ندخله للـ Customers تبعية التيبل هاي، بندور على الرقم هاد، وين هو هذا؟ هذا هو شو معلومته؟ هي شيف. إذا شيف هو هون هيك بتيجي يعني بشكل عام. مفهومة حتى الآن كل شيء مصح؟ مفهوم السؤال. تمام. شوف كأنه صار في عطل في الإنترنت، التسجيل بعلق شوي. تسجيل علق ما خايف يكون فصل مثل المرة الماضية صراحة. يلا فصل فصل، وقتها بدي نحكي مع الإدارة مشكلة. طيب هلا هاي بالنسبة ل الجدول السابق اللي عملناه في الدرس الماضي. خلينا نعمل أحد التمارين التانية ولكن منصعبهم هالمرة شوي. هو حتى لو ما عملنا مثلا هذا اللي عملناه هون، حتى هذا فينا نسويه بنفس الطريقة اللي عملناه هون، ولكن هذا ما في داعي الواحد يعمله يعني الصراحة إنه تفصيل، لأنه بسيط جدا. الواحد بيدور وقت اللي بتكون معلومات كتيرة بيعمل القواعد المترابطة. خلينا نشوف شو هذا. هون بيقول عنا الكورس يعني الدرس الأونلاين، أون سايت كورس يعني في المكان، يعني مثلا منو أونلاين. الكورس اسم الدرس، كورس انستراكتور يعني الشخص اللي عم بيعطي الدرس، person معلومات المعطي، office assignment يعني مثل عبارة عن اجتماع، أو في نفس الوقت هي عبارة عن مشروع في الأوفيس، يعني حتى كاتبين time stamp عاطين وقت يعني، واللوكيشن. student grade، هلا هون student grade عن طريق شو أخذينا؟ عن طريق الكورس والبيرسون. إذا هون في عنا student ID، student ID وينه؟ student ID توقع ال student ID هو نفسه ال person ID، فلهيك هنن عشان يستخدموا ال person في نفس الوقت كمعلم وطالب في نفس الوقت، يعني فينو يكون هذا مدرس وفينو يكون كمان طالب معلومات بشكل عام. يعني شو ضل؟ ضل الديبارتمنت يعني الفرع أو المركز. حبه بنعمل هاد ونشوف ايش في شيء تاني اسه اسهل من هيك، لأنه هذا كتير مترابط حاليا. خلينا نجيب واحد اسهل منه. Person ID، Person Second Name، First Name، Third Name، Person DOB. DOB Student Data يمكن ال DOB. لازم نعرف أول شيء شو هاي تعني لحتى نعرف شو فائدتها. Person Type، PR Type ID، PR Type ID دي او بي. على ما اظن الدي او بي هي ال student data، هيك على ما اظن يعني. يا اما هي ال person دي او بي هي عبارة عن معلومة محطوطة في ال person. كمان هذا شوي هو بنعمل ما هو صعب يعني حتى اخذ البيانات، بس بدنا نحن شيء يكون مفهوم لحتى نقدر نشتغل عليه، بس ما بدنا شيء بالاصل نحن ما شايفينه من قبل لحتى نعمله يعني. هاي متكررة على فكرة، فينا نحذف شغلات منه يعني ما مشكلة. كلاس نيم بس خلينا نشوف، بس شو في شغلات. SQL connected tables examples. هاي بجوز تكون
كويسة، كمان ما كويسة، بدي واحدة أحسن منها. صبري، نجيب واحدة كويسة مشان شو، مشان نعملها نكون فهمانين البيانات اللي بتتعبى. مثلا هذيك كان مكتوب عليها بيرسون دو دي او بي، هي انا ما بعرف شو هي هاي معاني في الدي او بي، فلهيك ما راح احط شيء بالاصل ما له معنى يعني. هاي كويسة، علما انه يعني صغيرة مبين عليها، ولكن هيك شغلات نحن في الناس صراحة نكملها يعني، ولو هي انه ما انا كاملة فقط، ولكن احنا فينا نكملها، ما انا بشكل عام هي نفس الشيء يعني. لازم نشوفها مرة ثانية. برودكت اي دي، اي دي البرودكت، اسم المنتج، اسم الشركة، الصنف، السنة، والسعر. هون شو راح نحط؟ هون البرودكت اي دي راح يكون ثابت، وهو الهوية محطوط جنبه النجمة. برودكت نيم راح ينحط كرقم، تمام. البراند اي دي كمان راح ينحط كرقم، كاتيجوري اي دي كرقم، موديل يير كرقم كمان بنحطه، ما انا مشكلة. والليست برايس بنحطه كسعر، بنحط السعر نظامي في الجدول، اذا هون بيكون مثلا 2000 3000 ما بين، ولكن السنة مثلا بتكون 2 او 4، وبعدين احنا بناخذها من قاعدة جدول تاني. كاتيجوري اي دي الصنف، الصنف طبعا هاي كتير مهمة، لانه الصراحة على كل مواقع الانترنت او البرامج دائما الاي دي بيكون عبارة عن أرقام، وبعد ما يدخل كرقم للجدول الطبيعي الخاص في الكاتيجوري بجيب الاسم. كل المواقع حتى الورد بريس، البرامج الإلكترونية كلياتها، كل البرامج الموجودة دائما بيحطوا الكاتيجوري كرقم، وبعدين بياخذوا من جدول تاني. براند اي دي نفس الشيء كمان مثل الكاتيجوري بتشتغل. البرودكت نيم في عالم بتحطوا كتابة هون، هلا نحن بجوز نحطه هون كتابة، خلينا نحطه كتابة ما لنا مشكلة، فينا نحطه كتابة فينا نغيره، ولكن خلاص بما انه اسم نحطه ما لنا مشكلة يعني. خلينا نحسبهم هدول، نتطرق ل الجدول فورا لنعمله. اول شيء نضغط هيك، نعمل نيو كويري، نجي لهون على الماستر، نحذف هذا ونطلع منه. Create database example 3 F5، عملناها. Create table، اسم الجدول راح يكون شو راح نسمي الجدول الأول؟ الجدول الأول راح يكون خلينا نسميه general او برودكت، برودكت خلاص مثل ما هو، في داعي نغيره. برودكت بين قوسين ننزل لتحت، اي دي انت برايمري كي، ايدنتيتي بين قوسين شغال البسمة هيك، شغال واحد شغال واحد تمام، فاصلة. هلا لتحت نيجي لهون، product name عبارة عن نص، product name راح بارت يكون شميسو varchar 250، كافي جدا جدا، not نورمال. null، ضروري يكون ما فاضي، لانه اذا ما انا فاضي ما بدي اي نحط كله على بعضه في الجدول. نوت نال، بعدين ما في داعي اي شيء تاني. هلا عملنا البرودكت نيم، ضل البراند والكاتيجوري والموديل يير والليست برايس.
شو يعني براند؟ براند يعني الشركة المصنعة، أو مثل لما بنقول نحن براند سامسونج، سامسونج عبارة عن براند، شاومي براند، الألبسة مانجو براند، مثلا ال سي واكيكي عبارة عن براند كمان. ف براند راح تكون عبارة عن رقم، نحن راح نحطه هون، اي دي راح يكون، هل هو يجب ان يكون نال ولا لا؟ نت نل بيصير يصير فاضي برأيك؟ نت نل انا برأيي ما بيصير يصير فاضي. اول شيء بنحط شو نوعه، انت، بعدين نوت نل، فاصل وننزل لتحت. بعد ال not not هاي نحط هلا ال category ID، category شخطة ID integer كمان راح يكون. طب برأيك هذا ال category الصنف يعني لازم يكون null ولا ما لازم يكون؟ نتركه null ولا لا؟ أنا نال فينا نحطه null، تمام، نتركه null، يعني إذا ما في قيمة فيه يضل فاضي. معلش، طب شو السبب؟ السبب هو إنه بعض المواقع إذا بتدخل بتلاحظ إنه في بعض المواقع ما بيحطوا الصنف تبع المنتج، بتلاقيه فاضي. ليش؟ ما عرفانين شو صنفه، فلهيك نحن بنتركه بدون صنف. ولكن الفرق هون بين البراند والكاتيجوري، الكاتيجوري عبارة عن صنف، يعني أنت بحثت ريدمي 9 مثلا، ريدمي نوت 8 بحثت، تمام؟ هذا انت ريدمي نوت 8 في عدة اصناف، في صنف واللي هو شاشات، شاشات للتبديل، الصنف الثاني مثلا سماعات، الصنف الثالث مثلا شاحن، الصنف الرابع مثلا لزقة شاشة، فهدول هن الصنفات. ولكن البراند تبعيته شاومي، فلازم اجباري البراند تكون موجودة. الكاتيجوري بجوز يكون هو حاطط زر، تمام، زر تبع الجهاز خربان بس للتبديل عم يبيعوا زرار، فما في داعي يجي يحط صنف. هو بجوز يكون في صنف قطع غيار، قطع تغيير للمصلحين يعني وقت بده يشتروا، ولكن هنن بعض الاوقات فما بيحطوا، لهيك بنخلي دائما الكاتيجوري اي دي معه الحريه التامه انه يكون فاضي من بده. هاي كاتيجوري اي دي. الموديل يير، السنة، طبعا السنة خلينا نكتبها كتابة، أنا برأيي year model year راح تكون integer و not، أو لا خليها null. ليش؟ لأنه بجوز في عالم ما بتعرف شو الموديل تبعه. طيب list price، list price شو راح يكون؟ راح يكون money. هلا هيك الليست برايس خلينا نعمله نوت نال، لانه اذا بدي احط حدا منتج وما راح يحط سعره ما في داعي يحط المنتج كله. هلا بنشغل الكود، كرييت تيبل عملناها، ولكن لازم اول شيء خلينا ننسخ هذا الكود ونحدث المتصفح كانه الاكزامبل 3 ما اجت، لنا نفصل اجباري الاتصال نرجع نتصل. ما اجت الاكزامبل 3، create database example 3. هلا اجت قاعدة البيانات اللي اسمها example 3، نيجي لهون نختار القاعدة اللي اشتغلنا فيها نحن اجباري مشان ما يصير اي مشكلة، execute، ندخل عليها الاكزامبل 3 بنلاقي انه الجدول برودكت اجى. هاي بالنسبة للجدول الاول. الجدول الثاني راح يكون براندز اسمه، خلينا ننزل لتحت، تمام، او بنحذف هدول، نيجي لهون كرييت تيبل براند بين قوسين، ننزل لتحت، نفضي دول، طلع لنا خط احمر، نيجي لو بنحط اي دي، ولكن نحن اذا بيصح لنا نحط براند اي دي احسن، براند اي دي
مشان بجوز نحنا نترك الشغل مثلا يجي واحد غيرنا يجي يشتغل في الموقع بدلنا. براين براند اي دي انت ايجا راح تكون ايدنتيتي كمان بين قوسين 1.1 برايمري كي. انزل لتحت، شو كانت براند نيم فارتشر بين قوسين 250، علما انه كتير ولكن جيد. هاي بالنسبة للجدول الثاني. execute في عنا غلط، اي نعم غلط، هذا لازم يكون فارغ. بنشغل الكود مرة ثانية، اشتغل الكود نظام، حدث الصفحة، اجا البرامج. طيب هاي بالنسبة للبراند، شو ضل عنا؟ ضل عنا الكاتيجوري بس الكاتيجوري على بعض أظن، مو صح؟ ليست برايس مودرير كاتيجوري، هنا ضل الكاتيجوري. كرييت تيبل كاتيجوري بين قوسين، انتر category ID عبارة عن integer primary key identity تبعه تزيد برقم واحد. انزل تحت category name، مثلا category name var char. هلا راح نضيف شغلات هسه جديدة ثانية، 250 خالصين و not بالنسبة لها يعني، وما في داعي ولكن ما بيأثر خالصين. هلا بنطلع من هاي نجي لل برانت. في البرانت تبعيتنا insert into branch brand name values. شو راح تكون البراند؟ سامسونج ربنا الدنيا، سامسونج اكسكيوت. شوفي كمان براندات تانية مثلا شاومي، هاي شاومي ضفناها، ضل ال جي مثلا، نضيف عدة اسماء ال جي ابل. هاي بدي اشيله بس ما تنشال ابل. شو كمان؟ اتش تي سي. هلا هيك برأي حاج كافيات 5 نتائج كويس. نجي للجدول اللي بعده insert into category. شو عندنا كان category name؟ category name values. كان values شو نحط؟ نحط هون phone. نشغل نشوف دخل phone laptop. من شغلة كمان شوفي كمان بنحط
كوم ديسكتوب. هاي ديسكتوب. شو كمان؟ كارز. كار نحط عدة نتائج مشان نشوف شلون عم يختار وبينتقي النتائج من بين الجميع. نحط قصة واحدة. نحط تايرز. تاير يعني دولاب. دولاب للسيارة مثلا. اكسكيوت. هلا دولاب سيارة حطيناها. شو ضل عنا؟ ضل عنا ال product. هلا بدنا نضيف منتج. منتج طريقة إضافته سهلة جدا جدا. أول شي نختار insert into product. نجي نفتح قوسين. هالبرودكت راح يكون في product name فاصلة brand ID فاصلة category ID فاصلة موديل year فاصلة list price. ننزل لتحت نكتب values. نبلش. القيمة الأولى هي عبارة عن Redmi مثلا. يعني نكتب كتاب هدول Redmi Note 10 Pro. هاي ريدمي نوت 10 برو. براند اي دي. شو كانت الشاومي عنا؟ كانت عنا الشاومي على فكرة فينا نحطهم سيلكت. براند اي دي اي دي، ولكن بالبداية اول شيء براند اي دي. ثواني نشوف شو كان. نسيت براند اي دي. نظام شلون براند اي دي حرف كبير. اي دي فروم براند. فينا نحط هيك نحن ونضيفه، ولكن بدها قوسين جواتها. فروم براند. نعمل هيك نجرب. incorrect syntax هون. invalid column name category id. بقول في ايرور يا اخي مزعج. تمام. select brand id from brand where brand name يساوي شو كان شاومي جهاز. شاومي حط فاصلة. كاتيجوري اي دي. كاتيجوري اي دي شو راح نحطه؟ خلينا نشوف فونز. كان اول شي عندنا فون. اول واحد واحد فاصلة موديلير راح يكون 2022 فاصلة ليست برايس. ما بعرف قديش حقه 12999. نجرب هلا نضيف النتيجة. بنلاقي انه دخلت النتيجة نظامي على قاعدة البيانات. نجي لهون نشوف برودكت نيم اسم المنتج ريدمي نوت 10 برو. شو هو البراند اي دي تبعيته؟ رقم 2. من وين اجت هاي الاثنين؟ مع انه ما حطينا نحن 2، من وين اجت؟ اجت من طريق هاي السلكت الموجوده هون في العمود.
نفس الطريقة فينا نعمل لهاي للكاتيجوري كمان، فينا نعمل أي شيء بأي طريقة، لكن المهم هون إنه يجي فقطها سطر واحد، يعني قيمة واحدة لازم تجي من هذا. إذا أجت أكثر من قيمة، قيمتين إذا أجت ما بيشتغل الكود نهائيا، لازم إجباري يجي قيمة واحدة من هذا السطر. مفهوم؟ شفنا شلون هلا دخلنا البراند اي دي عن طريق اسم كلمة شاومي، جبنا الاي دي، انا نسيت الاي دي فحطيت السلكت وجبته فيه. براند اي دي 2، كاتيجوري اي دي 1، موديل يير 2022، ليست برايس 12999. طيب هاي بالنسبة لإضافة أحد التداول. خلينا نضيف واحدة ثانية هسه على السريع، نحطهم برودكت نيم مونستر أبرا. ليش 16.3.6 مثلا، بكتب أنا كمبيوتر. select brand from brands where brand name يساوي Xiaomi. طيب بالنسبة لهاي، هلا هون نحن ما عندنا براند مونستر، تمام؟ فشو بدنا نسوي هون؟ نجي للبراند سيلكت، نطلعهم ما في مونستر، نجي نعمل انسرت انتو براند، نفتح قوسين على السريع، براند نيم، نجي values بين قوسين مونستر، شغل كود، نرجع ونطلع من هاي. هلا حطينا اسم اللابتوب مثلا، كده بدنا ناخذ هلا هاي النتائج الأربعة، من أربع شغلات راح ينحطوا ذاتا. الاسم جاهز، ضل البراند تبعيته شو هي البراند؟ مونستر. بس انت ما راح تضيف كلمة مونستر على الجدول، ليش؟ لأنه بده يتعبى هذا الجدول، بده يتعبى ويتقل كتير، فمشان ما يصير في تقل في الجدول هذا العالم بتحط عبارة عن أرقام. طيب select ID brand from brands brand name يساوي مونستر. هلا صار يجي ال ID تبع كلمة مونستر، بيدور على السطر اللي كلمة الاسم تبعه مونستر، وبياخذ ال ID تبعه وبيحطه في هذا الجدول. بالنسبة للكاتيجوري اي دي، شو كان الكاتيجوري تبعنا؟ كان في عندنا لابتوب، انا نسيت شو هو الصراحة الاي دي تبع اللابتوب. شو بنعمل؟ سيلكت كاتيجوري جوري category ID اي دي فروم from category كاتيجوري وير where كاتيجوري نيم. category ID. طبعا في عندنا غلط هون اللي هي السين صغيرة، يساوي شو هو هاد لابتوب؟ نجي بنحطه لابتوب، نسينا الاي دي تبعه فاستخدمنا طريقة البحث باستخدام الاسم. هلا جينا لهون 2022، انتاج 2023، السعر 2022. نشغل الكود، ندخل على البرودكت، بنلاقي انه هون مونستر ابرا 5، البراند اي دي تبعه 6، الكاتيجوري اي دي تبعه 2، الموديل 2023، ليست برايس 22. فهون شو صار؟ جاب مرة تانية كمان نفس الطريقة، جاب الكاتيجوري تبعه اللابتوب، جاب الاي دي تبع اللابتوب. مفهومة؟ تمام. هاي بالنسبة للموقع اللي عملناه بالنسبة هلا. هلا هيك ضفنا معلومات، خلينا نجيب المعلومات. صار عندنا اثنين، تمام؟ خلينا نعمله product select top.
ايش بنعمل هون؟ select product. ساعدني انت هون، بدك تقول لي انت. نجيب النتائج ولكن بدون الارقام، راح نجيبهم مكان الارقام كلمات نظامية، يجي الكاتيجوري تبعه، يجي البراند اي دي تبعه النظامي. select product نقطة product name فاصلة. هلا بنيجي لهون نعمل شو عنا براند، بعده براند براندز نقطة. شو كانت البراندز تبعيت النقطة بعدها؟ كأنه في عندي غلط بالكتابة. براندز نقطة براند اي دي، كأنه في شيء خاطئ لأنه products product name، لا صحيح brands dot brand id، ما صحيح بخلي شيء ما طلع هذا. وهم فاصلة category category نقطة category ID. شو ضل كمان؟ فاصلة موديل، خلينا ننسخ هاي كنترول V نقطة موديل year فاصلة products نقطة list price. ننزل لتحت هلا نكتب from brand فاصلة category فاصلة products. هلا هيك جبنا المعلومات، ولكن تكرروا مثل من شوي في نفس النتيجة، مشي على كل واحدة 4 مرات، لا مو 4 مرات، كم واحدة عندنا هون؟ 1 2 3 4 5، مشي على كل واحدة 5 مرات، فلهيك هيك اجا 60 نتيجة. 60 نتيجة مع 3 تكرارات ألو، حسب النتائج. اهلا يا هلا. الجهاز علق، طفى واشتغل. اه تمام، فكرت ما عندي هنا فاصل، بس مو صوتي هيك. مسموع بس ما في شاشة. تمام، هلا بعد اختيار العميد باختيار هاي وشغلنا الكود، لقينا انه هون النتائج اجت 60 وحدة. احنا ما عندنا 60 نتيجة، نحن عندنا فقط عبارة عن نتيجتين، عندنا سجلين فقط في جميع القواعد بينا، طبعا مو بكلهم يعني، فقط في البرودكتس عندنا 2. نيجي لهون نعمل وير. هلا بنبلش نحن براند اي دي من البرودكتس طبعا تبع البرودكتس، لانه هو الاساس اللي عم فيه الاي ديات. براند اي دي يساوي نقطه براند اي دي تساوي براند نقطه براند اي دي. نحط اند برودكت نقطه category ID يساوي category نقطة category ID. and شو عندنا كمان؟ ما عندنا شي خالص، نشغل الكود نلاقي انه اجا عندنا نتيجتين تمام، ولكن في عندنا شغلة نحن ما انتبهنا عليها، واللي هي هدول اسنان السحب جبناهم بالغلط. براند نيم ما بدنا براند، وهون نفس الشيء كمان كاتيجوري نيم. بنشغل هلا الكود لانه اجى نظامي ريدمي نوت 10 برو، شاومي تليفون موديل يير 2020 ليست برايس برودكت نيم مونستر ابرا 2005
براند نيم مونستر، كاتيجوري نيم لابتوب. بهالطريقة العالم تعمل كاتيجوري والبراندز في جميع مواقع الإنترنت. ناخذ استراحة 5 دقايق وبنرجع إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ، علق عندي الجهاز على تشغيله. معلش ما بيأثر، لا ترجع دخلت معي لهيك أعطاني إنه ميوت. أنا طلعت ورجعت يمكن 5 مرات قبل ما طفيته. مهم، مشي حاله هلا. ماشي. هلا نكمل. خلينا نعمل، نحن نضيف شغلات من عنا على الجدولات. طيب هلا نحن عنا 3 جداول، هدول 3 جداول خلينا نكترهم، نسويهم مثلا عمليات شراء. تمام، مثلا واحد اشترى او باع طلبية، طلبية مثلا. تمام، نجي لهون نعمل نيو كويري، خلينا نعمل جدول جديد واللي هو الطلبات، كرييت تيبل بين قوسين قبل القوس بنحط اسمه اوردرز، او بنحط اوردرز، خلاص اوردرز. طبعا هي في شيء مشابه لها في ال W3 Schools، ولكن احنا بنعيد كتابته، يعني من عندنا هذول مو من ال W3 Schools. انا بال W3 Schools هذيك الموجودة نورث وايند، هذيك كبيرة جدا جدا، يعني محطوط فيها كل شيء. هلا create table orders، بنحط هون integer، بده يكون عندنا order ID integer، وبنجي بنحط، خلص هي بنحط اوردر، ما في داعي اوردر اي دي، بنحطه عادي ما في داعي اوردر اي دي لانه شغلنا ما راح يكون فيه كثير. اوردر الاي دي تبعه انتجر نوت نون، وما في داعي حتى نوت نون ايدنتيتي، لانه وقت بنحط ايدنتيتي وبرايمري كي هون لحاله بيعملوا نوت نون. برايمري كي بنحط الايدنتيتي ب1.1، هيك لحاله عملنا نوت نون بهالطريقة. نيجي لهون الاوردرد، اوردرد برودكت، اوردرد برودكت، عندي والله غلط، اوردرد برودكت راح يكون اي دي كمان انتيجر نوت نول. ننزل لتحت اوردر ديت، اوردر ديت انتيجر، لا مو انتيجر، راح يكون ديت، راح يكون نوت نول. هالطريقة نحن عملنا اوردر في اي دي والايدنتي تبعه بيعد لحاله 1.1، المنتج اللي تم شراؤه، تاريخ الشراء، بنحط بيرسون، بنحط بيرسون يعني الشخص اللي اشترى هاي المنتج، بيرسون او كوستمر نيم او بيرسون، خلاص بنحط بيرسون. بالنسبة للكلمة هي اسهل لنا عشان ما نكتر الحروف. بيرسون راح يكون فارتشر ميتين كافي ونوت نول. بنشغل الكود على قاعدة البيانات example 3، نعمل execute، نجي لهون على التحديث، نلاقي انه صار في عنا orders. هلا نحذف، نعمل insert، او خلينا بس نجيب اول شيء عشان ما نضيع في العاملة. insert into orders بين قوسين id جاهز، ordered id، ordered product فاصلة order date
pairs. values بين قوسين ordered product شو راح يكون مثلا؟ منتج رقم واحد. order date راح يكون 2022 2023. شخطة 07/08. فاصلة person حسام يونس طبعا بين single quotes. نشغل الكود. int is not incompatible with date. تمام. date لازم نحط له single quotes. ندخل لهون نشوف نزلت ال order product وال date تبعه. إذا المنتج أجا تمام select product name product خلينا نجيبهم كاملات لا product نقطة product برودكت name فاصلة البراند تبعيته كمان براند نقطة براند اي دي براند نيم براند نيم شو كمان كان في عندنا براند براند نيم كاتيجوري كاتيجوري نقطة كاتيجوري اي دي عفوا كاتيجوري اي دي برجع بالأول كاتيجوري اي دي كاتيجوري نيم نقطة شو في عنا كمان عنا كمان ال براند كاتيجوري جاهز برودكت برودكت نقطة موديل يير برودكت نقطة ليست برايس شو كمان عندنا هلا اول شيء اخذنا اسم المنتج تمام حطينا هذول كده قبل هذول كلياتهم راح نحط اوردرز نقطة person فاصلة orders نقطة order date هالطريقة نحن جبنا كل هدول بننزلهم لتحت عشان يبينوا لنا بعدين وجي جميع البيانات from brand category فاصلة orders فاصلة products نشغل كود invalid object name brand brands نشغل كود بنلاقي انه اجى جميع البيانات هذا شيء خاطئ تكررت كثير هاي شو راح نسوي هون راح طبعا هون اجوا جميع الشغلات تكررت كلياتهم اجوا على عدد البيانات السطور الموجودة في قاعدة البيانات تكرر الكود وكل مرة أجا نعاد 6 مرات فكل سطر السطر الأول نعاد 6 مرات السطر الثاني نعاد 6 مرات السطر الثالث نعاد 6 مرات هيك على نفس الطريقة عندنا يمكن شغل 9 سطور في كل الجدول نحن هلا بنيجي لهون نبلش نحط الشروط تبعيتنا where orders order ID كانت ولا ID product يعني ثواني product تمام product ID لو نشوف ال orders هلا الـ orders dot product id ندخل على الـ orders نشوف شو كانت ordered product عفوا ordered
product dot يساوي product نقطة برودكت اي دي product ID. كان في صوت وانا سكرت المايك شوي. product هو في بس product ID. نشغل الكود بنلاقي انه قل له البيانات. هلا شو سوينا نحن بهالطريقة؟ نحن بهالطريقة أخذنا فقط المنتج الوحيد اللي انشرى. فإذا لاحظنا هون البرودكت نيم شو؟ كله ريدمي نوت 10 برو. إذا شغلنا بس هذا الكود ما شغلنا هذا اللي تحته شو بيجي؟ بيجوا كلياتهم. هذا المونستر أبرا والريدمي نوت 10. فهلا نحن حددنا المنتج اللي تم شراؤه أول شيء، تمام؟ ننزل لتحت and نبلش نحن نصفي المشتريات، نصفيهم للأسطور، لأنه إجباري إذا ما تصفوه بفلتروا ما بيجوا واحد سطر واحد، لأنه نحن بالنهاية راح يجي سطر واحد لعنا فقط، المنتج اللي انشره، رقم المنتج اللي انشره. هلأ نحن هون orders نقطة ordered product products ID. هلأ هون بالنسبة لهاد نحن معنا بس فقط سطر واحد في الأوردرز فجاب جميع المتشابه معه، ولكن نحن بس بدنا نجيب الأوردر اللي رقمه مثلا واحد، تمام؟ ف and orders نقطة ordered product. في مشكلة إنه هدول الحمر بيضلوا بيطلعوا مزعجات كتير الصراحة يعني. ordered product يساوي مثلا الشغلة الرقم، هذا هو رقم. نشغل الكود بنلاقي إنه ظلت النتيجة نفسها 30 سطر. شو يعني نحن مختارين السطر الصحيح؟ إذا حطينا اثنين شو بيصير؟ تختفي النتائج. ليش؟ لأنه ما في عنا الطلبية رقم اثنين، فهاي خلت يجي يروح التشابه الموجود. هلا اذا ضفنا لهون اديت مثلا، عملنا اديت، تمام، خلينا نضيف واحده ثانيه ordered product name order date order date خلينا 22 فاصلة 05 فاصلة بشخصة 04 مشتري محمد. نعمل انتر، نعمل سيف، عملنا سيف، بنشغل الكود هو مرة ثانية بنلاقي انه اجوا عن جد، اجا فقط الاوردرز هدول. فهلا اذا شلنا هاي وشغلنا فقط هدول شو راح يجي؟ راح يجي الاثنين هدول. ليش؟ لانه هون صار في ما شلنا ما حددنا اي منتج بدنا نجيب نحن، فأجا جميع السطور. ولكن بتحديد المنتج، بتحديد الطلبية، بيجي فقط البرودكت اي دي اللي محطوط في الطلبية. يعني هون هاي الطلبية اللي هون شو البرودكت اي دي فيها المنشرة؟ واحد. فشو راح يجي؟ فقط المونستر ابرا راح يجي، الريدمي نوت 10 برو راح يجي. اما اذا حطينا هاي كلياتها عملنا اكسكيوت بنلاقي انه اجى الريدمي نوت 10 فقط. ordered product يساوي واحد and عشان نقلل النتائج category نقطة category ID category. كان لازم ما كثر والله شغلات ليك، اللي صرنا عم نكتب كثير مرات. category ID نقطة category ID عفوا category نقطة category ID يساوي product نقطة category ID. نشغل كود قلت النتائج and brand نقطة brand ID يساوي product نقطة brand ID. نشغل كود اجى سطر واحد فقط.
هيك بالطريقة نحن جبنا فقط السطر الواحد مع جميع معلوماته من 4 جداول، مع وفوق هدول جبنا الاوردر الخاصة اللي استخدمها. هلا إذا عملت أنا الاوردر رقم 3 شو بصير؟ اكسكيوت ما أجا شيء. الاوردر رقم 2 شو بصير؟ أجا الاي دي رقم 2 تبعيتك محمد، اوردر ديتا 22، اشترى المونستر ابرا، انا اشتريت الريدمي، انت اشتريت المونستر ابرا، اجى البراند نيم والكاتيجوري والموديل يير والسعر. مفهوم؟ واضح استاذ، تم. مفهوم. هاي بالنسبة لطريقة تحديد السطر اللي بدنا اياه، يعني بالذات يعني في الناس نسوي شي شغلة ثانية تيبلز. خلينا نفكر شو بدنا نحط شغلة، خلينا ندخل على هدول نشوف شو في شغلات بنقدر نحطها في المنتجات. اجتني فكرة، خلينا نحط السيلر يعني البائع. هيك شغلة بتخطر يعني، هو شوي شوي الواحد بلش يضيف على قاعدة البيانات الخاصة فيه شغلات. create table seller يعني بائع، انزل لتحت ID seller ID integer primary key identity قوسين 1.1 seller name بس seller name var char بين قوسين 200 حرف كمان not null execute نعمل هون insert into seller مبارزة كانت حروف كبيرة seller صغيرة أعمدة seller name values mart مثلا نضيف اسمه مثلا best buy eBay شو كمان eBay نحط لنا السواحي أمازون سيلر يعني البائع أمازون. هاي بالنسبة للبائعين. طيب هلا نحن عندنا جبنا البائعين، ضفنا البائعين، ولكن نحن ما بنعرف هلا المنتج مين عم ببيعه مين عم بيجيبه مين هاي، كيف نضيف على هدول المجموعات؟ نيجي لهي الاوردرز نعمل سيلكت بتون روز، نيجي لهون شو كنا بنسوي؟ نغير على قاعدة البيانات نعمل التر تيبل شو اسمه اوردرز اد كولم هي نفسها هاي اد شو كان نضيف نحن؟ راح نضيف سيلر سيلر اي دي integer not null نشغل كود لأنه في عن incorrect syntax near the keyword orders extract alter table only allows column to be added that can contain nulls or have default definition or the convenient an IDT stamp none of the recognition must be empty to allow addition of this call. إذا عم بيقولوا لنا إنه لازم تكون الجدول مليء لحتى يكون نقدر، أو لازم نشيل هاي النوت نال لا نقدر نعملها. execute هلا صار عندنا في جدول الأوردرز. طب ليش ما رضي يضيف؟ لأنه نحن حطيناها نوت نال، فما بصير يكون في سطور ما فيها
ما في نتائج، لأنه العمود الجديد اللي عم نضيفه لازم يكون ما فيه نل، ما لازم يكون فاضي. فإذا جينا لهون نحن بنلاقي إنه عندنا فاضي هدول، لأنه ضايفين معلومات سابقة، فهون بده يجي فاضيات، فلهيك ما قبل بالبداية. ولكن هلا بعد ما شلنا النت نل نضاف فورا. شلون بنسوي هلا هدول؟ نيجي لهون سلكت إديت، فينا نعملها بالابديت بالكود، ولكن ما بدنا نطول بكتابتهم. سيلر اي دي 1، سيلر اي دي 2، حفظ. نيجي لهون هلا نطلع من هاي، نطلع من هاي كمان، نيجي لهون. بعد ما حطينا اللي فوق هدول كلياتهم ليست برايس، بنحط فاصلة سيلر نقطة سيلر نيم، ونجيب لهون فوق الجدول لسه سيلر. نيجي بنشغل الكود، بنلاقي انه اجت 3 نتائج على عدد السطور الموجودة في سيلر، لانه لسه ما حطينا الشرط تبعه. اند سيلر نقطة سيلر اي دي يساوي اوردرز نقطة سيلر اي دي. نشغل الكود، بنلاقي انه اجى سيلر نيم، ليست برايس، موديل لاير، كاتيجوري نيم، براند نيم، كلياتهم اجوا نظامي هدول بدون اي خطأ نهائيا. مفهومة؟ كل شيء واضح ما هي؟ ما حصل شلون ضفنا عمود وحطينا النتائج جديدة، يعني حدثنا قاعدة البيانات الخاصة فينا بدون ما نأثر على المعلومات الموجودة فيها نهائيا. طبعا المعلومات القديمة فينا العالم يحطوها نتنا تضل فاضية لأنه قديمة، ولكن مشان يغيروا هدول هاي الشغلة بيعملوا كود الأبديت وبيغيروا جميع السطور اللي فاضي فيها، يحطوه صفر مثلا. صفر عندهم مثلا بيعني إنه لا يوجد بائع أو قديم، أو عاملين شي اي دي هنن خاص بكلمة البائع غير معروف مثلا. فهون إذا حطينا نحن بالسيلر، خلينا نحط سطر جديد unknown أو old، تمام. نضغط انتر، نطلع لبرا. شو كان اي دي هذاك؟ خلينا نغيره من هاي من orders edit. السيلر مثلا تبعه خلينا نحطه 3، نضغط انتر، نيجي لهون نعمل اكسكيوت، كمان ما مشي حال، لازم نحطه 4 لانه عندنا 3. نيجي لهون من شغله، بنلاقي انه نحن مشان نحل مشكلة الاشخاص اللي وقت ما كانت ميزة السيلر موجودة فيها، يعني ميزة انه اسم البائع مثلا موقعنا قديم وحدثناها، فشو سوينا؟ حطينا اي دي خاص. اذا كان هذا الاي دي 4 مثلا، فبيكون السيلر من الاولد. شو يعني؟ يعني بائع كان موجود ولكن ما حاطين هاي الميزه وقتها، فحطيناها كلمه اولد عشان ما يصير مشكله. هلا هون اذا بدنا حابين نغير على الجدول تبع الاوردرز، مثلا نعمل اديت، تمام، مو اديت عفوا، ديزاين. هون اذا حبينا نغير على الهاد نعمل كنترول اس، نعمل سيفينج تشينج اند ذا جينيوال من الكوفونت دروب ات اور ريكريتد. فاجباري هون لازم نحذف البيانات بالطريقه، ولكن اذا شلنا هذول كلياتهم وقت ما نغير من النل للمليان بنضطر نكتب الكود اجباري لحتى نحدثه. اما بهالطريقه هي ما بيقبل يكتب سيف تكست فايل. طيب هاي بالنسبة للسيلر اي دي، في شيء هسه نضيفه عليها؟ في شيء ببالك نضيفه عليها السنة هاي؟ اعتبره مثلا موقع الكتروني وشخص. طيب خلينا نضيف طريقة الشراء مثلا اللي استخدمها الشخص. نجي لهون create table، create table payment. طبعا بالبيمنت ما بصير نحفظ اسم الكرت او هاي، لا، طريقة الشراء اللي اشتراها فيه مثلا، يعني integer
اول شيء اي دي باي اي دي انتجر ايدنتيتي واحد فاصلة واحد يوم برايمري كي خلاص ننزل تحت payment method طريقة الشراء حط هون var char بين قوسين not null طبعا var char 200 not null نعمل execute نطلع لبرا هلا خلينا نضيف في شغلة على السريع فيها payment payments ولا payment payment edit بنضيف فورا هون bank بانكا كابودا باكسيت باي مشكلة كابودا تاكسي تو بانكا هلا بنروح على الاوردرز نعمل ديزاين عم نستخدم طريقة ولكن ما بين بيمنت نجي لهون نختار هاي انتيجر انت انتيجر اجباري ده تكون نود نعمل حفظ نطلع هلا بنيجي على الاوردرز ايديت نيجي لعند البيمنت فانا دفعته شو كانت لوكي مثلا انا دفعته تقسيط ثلاثة ثلاثة انت دفعته اثنين قبضة نطلع هلا نجي للكود اللي كتبناه هسه هذا عبارة عن كود قصير الصراحة يعني إذا بدي يجي يحكي على الأكواد اللي وقت بدي يكتبها شخص قواعد البيانات اللي يجيب البيانات يجوز يكتب 20 سطر يعني ولكن أغلب الأوقات بده يعمل موقع بسيط أو هيك أو مواقع تطبيقات ويب أو الشغلة يعني أطول سطر بيجوز يوصل معه سطرين أما هدول هلا عم نعملهم نحن الشغلات جدا جدا متقدمة يعني الصراحة مو إنه شغلة فاضي إنه الواحد بجوز ما يستخدمه لا هي كثير متقدمة يعني لأنه عم بيوصل السطر معنا لثمان سطور هلا صار يعني هذا بتحسبون هدول كلياتهم أربع سطور إذا مديناهم يعني ولكن دائما بيحطوا مسطرة مشان يشوفوا ايش كاتبين فهذا شيء جيد إنه وصلنا للمرحلة هاي أنا ما توقعت أول دورة نبلش نوصل لهون يعني الصراحة ولكن الحمد لله وصلنا يعني هلا بنيجي لهون نحط payment نقطة payment pay id is يساوي orders نقطة payment وكانت هيك payment نعم لازم كنا نكتب payment id بس كتبنا payment ما بيهم هلا بنيجي لهون بنضيف عليها لهاي order date payment بنحط payment نقطة payment method نجي بنشغل الكود لأن في عنا غلط هذا الغلط وين incorrect syntax in here ماك ليفل 15 ديت واحد لاين 2 ما في فاصلة تمام execute the multi-part identifier payment dot pay id couldn't be bound شو السبب and payment id payment dot pay id في عندنا شي غلط
إشي خاطر. بي اي دي علم من كثر البيانات. لا في غلط بالنسبة ل 19. سطر رقم 10 payment.payid مظبوط يساوي orders.payment. هل أنا عندي غلط في الكود؟ payment هل أعرف شو المشكلة؟ المشكلة إنه هون نحن ما حطينا الجدول، هذا أتذكر ما حطينا الجدول في الاستدعاءات، يعني من الجداول اللي عم نستخدمها. هلا إذا شغلنا الكود بيشتغل، في عندنا نقص واللي هو برونز كاتيجوري برودكت بيمنت لاين 4. وين الخطأ؟ في فاصلة، بس وين حاط هاي الفاصلة أنا؟ From branch category orders product seller و payment. لا مش حاط، كان لازم الحرف الثاني. هلا إذا لاحظنا person محمد، تاريخ الشراء 22/5/4 بالشهر، payment method قابضة، product name مونستر أبرا، الشركة تبعية المصنعة تبعية الجهاز مونستر، الصنف لابتوب، السنة المنتجة اللي تم إنتاجه فيها 2023، تاريخ عفوا تاريخ السعر 2022/1990، البائع أولد. نحط تبعينا حسام، تاريخ الشراء 8/7، payment method تقسيط، product name ريدمي نوت 10 برو، براند نيم الشركة مصنعة شاومي، category name الصنف تليفون، تاريخ الإصدار 2022، السعر 12,999. طبعا ما اشتريته بس يعني لساتها عندنا. seller name best buy. هالطريقة نحن جبنا جميع البيانات ودمجناهم كلياتهم في قالب، فقط بتغيير هذا الرقم نقدر نجيب البيانات تبعية كل منتج. هذا من موجود، فينا نحط هيك، إذا كان في على هالعدد بيجيبون، يعني هذا بيضل ثابت هيك، قد ما غيرت بيجيب النتائج ثابتة. هذا كلياته إذا بتاخده بتحطه في برنامج هلا، بتظبط له كل شيء وتظبط الجداول تبعيته والاسم وموقع الكتروني اذا بدك كمان، بتلاقي هذا الكود نفسه مجرد ما تغير فقط هذا العدد بيجي من قاعدة البيانات، بيانات كلها مسجلة بهالطريقة كلها، يعني بدون اي مشكلة. فقط بتحط الاي دي تبع الطلبية، شايف هذا كلياته عم يتم التحكم فيه عن طريق اي دي الطلبية، ما عم يتحكم فيه بالشخص، او لا اي دي الطلبية هاي، كل هدول فقط بالاي دي الطلبيه. هالرقم هذا اذا بشيله تمام وبشغل الكود، لا بيجي كل شيء. ليش؟ اندمجوا كلياتهم واخذ النتائج اللي بتوافق بعضها، حط لك اياها هلا، طلع لي هيك كل النتائج، فيني اشوف شو العالم مشتريه كلياتهم مع اسمهم وتاريخ الشراء طبعا هاي. اما وقت اللي بحط انا كنترول زد بحط هاي، هالطريقه نحن حطينا شرط انه يجي هذا فقط السطر اللي متحكمين فيه. هذا بصراحة لازم يكون دائما بالأخير، عشان أنت فقط بعد ما تعمل كل هدول تربطهم وتشابكهم مع بعض ويجي كلياتهم، بعدين بتشغل تبعية التحديد الطلبية أو الشخص أو أي منتج أو أي شيء. يعني هلا مثلا أنا هدول بدل الشخص بدل الطلبية مثلا بدي أحط هلا مثلا هاي برودكت برودكت نقطة مثلا شو كان الاي دي تبع البرودكت، اي دي يساوي واحد، شو بيجي هلا؟
بيجي المنتج، مين اشترى المنتج رقم واحد هيك بالطريقة اجت. إذا عملنا اثنين بيجي الشخص اللي اشترى المنتج، الأشخاص اللي اشتروا المنتجات رقم اثنين. مفهومة؟ هيك اجى كل الأشخاص اللي اشتريت المنتج رقم اثنين. ثلاثة ما في، اثنين في. إذا جينا لهون حطينا على البرودكتس إيديت، حطينا مرة ثانية، عفوا مو هون، حطينا بالأوردر مثلا إيديت أوردرد برودكت اثنين، أوردر ديت، أوردر ديت مثلا 2022 فاصلة 03 04 مثلا. الاسم مالك مثلا، خلينا نحط سيلر اي دي، نحطه 2 3 ما بهم. بايمنت 1، ضغطنا انتر وطلعنا. نيجي لهون برودكت اي دي، تمام، اللي اشترى الرقم 2 اجوا كلياتهم. فالطريقة نحن جبنا حتى يعني لغينا شغلة انه على الطلبية عملناها فقط شو هو المنتج اللي تم شراؤه. مثلا بدنا التاريخ اللي تم شراؤه فيه، فينا نحط هون فورا برودكت اوردرز، تمام، اوردرز نقطة اوردر ديت مثلا. اذا عملنا هيك وحطينا هاد يساوي سينجل كوتس يساوي، اجا كل اللي اشترى العالم اللي اشترك في هذا اليوم. مثلا اذا صار في نتائج بيجيبهم كلياتهم في هذا اليوم. مفهومة؟ هاي كل هالشيء بالنسبة لل الترابط في قواعد بينه. بتحب ابعث لك الكود تجربه بإيدك يعني، ولا كتبته انت ذاتا؟ بتوقع كتبته دائما بتكتبه. تبعته بكون انا من كتبته كله. إيه تمام، رح ارجع لك انا القديمة تبعيت الاوردر. هيك تمام، راح ابعث لك اياه هيك للكود انا، وانت تدرب عليه شوف شلون عملتهم انا، لانه الصراحه بدون شوي تدقيق، ولكن هن كله على بعضهم. بس فقط وصل الاي دي هاد بهذا، وصل الاي دي هاد بهاد، وصل الاي دي هاد بهاد، ضل وصل كل شيء في اي ديات وصلهم في بعضهم، تلاقي لحالة مشي حالك. هيك بكون وصلنا لنهايه درسنا لليوم، ان شاء الله يكون مفهوم وكل شيء واضح. اذا في اي سؤال اسالوني بالدرس هذا او بالقادم ما بهم، كل أو شيء عن مفهوم طريق أستاذ الواتساب إن شاء الله. إن شاء الله. تمام، وصينا شيء؟ أعطيك العافية أستاذ. الله يعطيك يا رب. يلا السلام عليكم، نلتقي غدا. عليكم السلام.